اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. شريف بيه مشرفني ومنورني. حبيبي ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. اسلام بيه مشرفني ومنورني. كابتن سيف ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله. محمد بيه رأي. سيف بيه ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ وحشني والله. الف مبروك للاستاذ جمال. شفت الخلاف اللي قعدتوا تعملوه اهو؟ الراجل طلع هو الصح في الاخر. كل حاجه اهو. اتخذ اول ويمني وشباب. فارد بيها اهو مش قعدنا مختلفين ثلاث ساعات ساعتها. ده جمهورك بيتساءل بعد الحالات، قال لي كل ما بتسأل عراقي على الاتحاد بينكمش ليه كده؟ مش ليه بالعكس؟ مش انا اللي بقول انكمشت. انا اللي انكمشت. انا كنت بدافع عن الناس. هو اللي بيسال اعضاء المجلس. انت كنت بتدافع عن اعضاء المجلس بعد واحد. دول مبسوطين. كنت بدافع عن كل بعد واحد. ده قال لك كنت بدافع عن الناس. ايوه بتدافع عن الناس فين؟ مش كنت بدافع عن الاتحاد؟ انت بعت القضيه في الاتحاد. بدافع عن الاتحاد وكابتن علاء نبيل ساعه لما كلمك وبتاع وقال لك المجلس كله ضدي ومش المجلس كله ضدي. طب كويس انهم كانوا ضده. كويس انهم كانوا ضده. لو الدنيا كده في المنتخبات لا كويس انهم كانوا ضده. انت داخل ضد الكابتن علاء من البدايه. لا حبيبي يعني. ده لا 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 ده الشيء ده لا 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 ده حبيبي كابتن علاء. الدخله دي معناها انت داخل ضده بالظبط. لا حبيبي مش هو قال مش هو قال يا ريت يبقى على طول كلهم ضده ولا سمعت غلط؟ بصراحه لو هم فعلا كانوا ضده بس انا طبعا انا المعلومه اللي عندي لا ان هم ما كانوش ضده بس هم لو كانوا ضده دي النتائج لا كويس ان هم كانوا ضده. وائل رياض ما تنكرش وائل رياض ليه دور كبير في البطوله دي. وائل رياض دور كبير. لا كابتن وائل هو اللي جمع الفرقه واشتغل عليها بشكل كبير وليه دور كبير بصراحه. ميكالي طبعا يمكن في بعض الحاجات اللي عدلها في الفرقه دي بشكل كبير ولكن لا كابتن وائل رياض على فكره احنا كنا شاهدين على المجهود الكبير اللي عمله. الراجل اجتهد بشكل كبير مع المنتخب ده وجمعه في لعيبه كتير. يعني احنا كنا متخيلين ان الجيل ده ما فيهوش مواهب او ما فيش مواهب كويسه. لا عندنا مواهب اهو. كباكا اهو اللعيبه اللي كانت معاك بعض اللعيبه اللي كانوا معاك النهارده في المداخله اللي عملوها. لا لعيبه هايله كلها وجيل ان شاء الله باذن الله نتوقع منه كتير باذن الله الفتره الجايه. النهارده كولر في المؤتمر الصحفي قال لي هو مين قال لكم ان انا عايز مهاجم؟ حضرتك بتضحك ليه؟ اصل الاهلي محتاج مهاجم. بس هو اللي ماسك هو بيقول قال انا عندي وسام وعندي كهربا. لا مش مقياس اللي حصل النهارده. اولا فوز مقلق. فوز مقلق مع على فريق متواضع. في مكتسبات لكن الفوز مقلق طبعا. اولا كسر ضياع الفرص السهله. الاخطاء الدفاعيه القاتله وده مش مباراه النهارده بس مباراه سيراميكا. الشوط الاولاني كله اخطاء قاتله تعدلت في الشوط الثاني. مباراه الاتحاد تعادل في الوقت الاخير من المباراه. قبل كده برضو مباراه زد كان ممكن يحصل تعادل. المباراة النهاردة أهداف من العمق يعني مفيش تغطية مفيش تمركز صحيح. لا في أخطاء قاتلة. إضافة بقى للسؤال اللي بيطرح نفسه إزاي البطولة الأهم في أفريقيا بدون فار النهاردة طاقم التحكيم أو الاثنين المساعدين أضاع على الأهلي أكتر من 4 أهداف برفع الراية انفرادات تامة وكور مش تسلل خالص. ومع ذلك يعني الفار طبعا كان لو كان موجود كان ده منح الاهلي الفرصه في ان هم يديهم يمنحوهم الفرصه ان يجيبوا اهداف ثانيه. لا ففي لا فوز مقلق جدا 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 ومش دي الفرقه اللي نقيم عليها اداء. لكن المكتسبات طبعا كثيره. اولا عوده كهربا للتهديف وجاب هدفين الى حد كبير مميزين جدا فيهم عنصر تمركز صحيح التصرف بسرعه ما فهمش دربكه. يعني المباراه اللي فاتت امام الاتحاد اهدر كذا فرصه النهارده لا يعني واقف صح مستقبل الكرات صح كورتين على الطاير. قفشه اللي بيقول انا ما ينفعش اقعد انا لازم ابقى موجود خاصه في المباريات اللي فيها كره هجوميه وكره مفتوحه جدا 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 ما ينفعش يقعد حتى لو امام موجود ما ينفعش يقعد. يعني في مباريات بتحتاج الاثنين مع بعض بتحتاج قفشه وبتحتاج امام وفي مباريات واحد منهم. اعتقد ان قفشه النهارده بيقول لا بيلعب الفرقه بيفوق الفرقه. يعني هو فتح الماتش بالترقيصه سيبك من الاوفر. خط دفاع النادي الاهلي النهارده مزعل كولر اكيد اكيد. يعني طبعا زي ما كابتن طارق سليمان قال لك في بدايه الحلقه لا يسال شناوي على هدفين ولكن التمركز خاطئ. كورتين من العمق كره ثابته فيهم مفيش تعامل فيها جيد. اللعيب متساب خالص يباصي بالراس جوه ال 18 في الكورنر وواحد بيشوط والتاني بيعدلها جوه الجول. لا طبعا خطا دفاعي قاتل في الكورتين وكان في اكتر من كوره برضو في عدم تغطيه من وسط الملعب. لا في 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 اخطاء. وخلي بالك النهارده اورلاندو كسب شباب بلوزداد يعني بات بره في الجزائر
ففي صعوبه في ان انت برضو هتروح لاورلاندو ورايح لشباب بولستاد، فانت عندك مشكله كبيره، فانت لازم كان المباراه دي تحقق فيها نسبه اهداف كبيره وتبعت رسائل للفرق اللي هتلاعبها. اسلام، نروح شويه لنادي الزمالك وتويتت الاستاذ ممدوح عباس، رايك فيها؟ يعني بص، خليني اقول لك ان الاستاذ ممدوح عباس عامل يعني مسانده كبيره جدا لمجلس الاداره منذ توليه المسؤوليه، واخد الموضوع على عاتقه الشخصي. تحدي كبير بالنسبه له نجاح المجلس الحالي، لكن هو انا بشوف ان التويته ديت يعني هو جانبه الصواب في التويت ان هو يتكلم او يتحدث بالصياغه ديت. قد يكون هو بيتحدث كمحب قوي لنادي الزمالك، متضايق بعد ماتش المصري البورسعيدي، لكن في نفس الوقت ان يدخل برضه في ازمه مع لاعب او احمد فتوح. كان لازم يبقى في رد من النادي. هو تويته مش سليمه، او هو اتكلم كمحب، او كان لازم يبقى في رد رسمي من النادي عشان التويته عملت بلبله، ورد فتوح عمل بلبله. طيب، فكان لازم يبقى في رد رسمي من النادي ان اللاعب مصاب او مش مصاب، الناس ترد وتطلع توضح للراي العام، لان في حاله جدل كبير. لا، هو نفس الحالات الجدل دي بتحصل في كل الانديه، لكن مجالس الادارات دايما ما بتتكلمش مش فاهمك. او انا النهارده مثلا بيبقى في اسماء بتساعد مجالس ادارات، لكن لما بيطلع منها ممكن يبقى مش تويتات زي ديت، كان بيطلع منها يعني تجاوزات في حق مجالس ادارات قبل كده، وما كانش مجالس الادارات بتطلع تتكلم. فهي الفكره ان ممدوح عباس بيساند. ممكن اسالك سؤال؟ نعم، انا بتكلم بشكل عام. دي واحده بس، احنا بنتكلم في موضوع خاص. ليه دايما نبرر الموضوع بكيس في حته؟ لا، مش كيس او كيس في القصه. لا، هو بيتكلم على كيس جوه الزمالك برضه. انت بتتكلم، هو بيتكلم على كيس جوه نادي الزمالك. لا، انا بتكلم، احنا بنتكلم على دي. ماشي. هل لان انا امبارح اتكلمت فيها في الانترو وقلت كده، قلت ان الحته دي احرجت اداره الزمالك ان هي كانت محتاجه لابد انها ترد. انت بتقول لي عندك لعيب سليم ما لعبش وانا خسران الماتش. طب ما هو اللاعب رد. لا، هو اللاعب رد ولا لا؟ يعني في الاخر مع كل تقديري لاي لاعب بقى بصفه عامه، يعني اللاعب في الاخر وضع طبيعي ان هو يرد. وضع طبيعي ان هيقول ما حصلش. ايوه، مش نفسه غلطان. ماشي، بس هو في النهايه اللاعب، خلينا نتكلم بمنتهى الوضوح، اللاعب عنده مشكله بسبب طبعا الازمه اللي كان بيمر بيها، وان شاف ان خد بعض الوعود وما تمش الوفاء بيها، لكن تصرف اللاعب نفسه لا يليق بالتوقيت كمان، ولا بالمكانه اللي هو فيها، ولا مع نادي الزمالك. انا تهت منك. ممكن طيب. ايه التصرف؟ ايه الوعود طيب؟ لا، هو كان واخد وعود ان هم يساندوه بشكل كبير جدا في الازمه اللي كان بيمر بيها. بعض الوعود ديت، انا بكلمك بوضوح، بعض الوعود ديت تم التراجع فيها، فبالتالي ده زعل اللاعب، لكن ده ما يديلوش الحق ان هو يعتذر عن مباراه المصري. انت كلامك تقول ان الراجل ما كانش عنده برد؟ لا، ما كانش عنده برد، انا بتكلم بوضوح. فبالتالي هو كان من المفترض ان هو اللاعب في توقيت محتاج اللعب داخل نادي الزمالك، صح، محتاج المنافسه، صح، محتاج ان هو يكون موجود، ما يردش على السوشيال ميديا ويدخل في يعني ردود او مشاكل مع رئيس النادي السابق او الاسبق ممدوح عباس. لكن هتيجي بقى مين اللي فجر الازمه بالاساس؟ ممدوح عباس. فبالتالي الراجل برضو انا مش عايز اغفل اللي بيعمله مع نادي الزمالك. انا على فكره قلت اللي انت بتقوله كربون، يعني والله امبارح في الانترو قلت يعني جزء. اصل انا بحب اسم ممدوح، يعني ما هو ممكن يكون قالها برضه يا اسلام بصفته محب، ما هو او خايف على مصلحه النادي، وشايف ان غياب لاعب مؤثر اثر في النتيجه كبديل. انت حضرتك قلت ايه دلوقتي؟ محب صدر صدر ازمه داخل نادي الزمالك. حل الازمه دي بقى ان النادي طلع بيان، مشاكل يعني كل الادارات، كل الاعلام. ما انا هقول لك، لا رد رسمي، مش بيان. هو كل الاعلام دلوقتي بيسال جوميز، الراجل ده جوميز يرد تعبان ولا تمرض؟ لا، الزمالك لازم يرد بصراحه، او مدير الكوره يرد. طيب، بلاش النادي. انا بتكلم ان الزمالك لو رد هتبقى المشكله اكتر. ما هيرد ازاي؟ انا عارف، انا بقول لك هو الزمالك هيرد ازاي؟ خدني واحده واحده. حضرتك معلومه، انا بسالك والله، لو رد انت الزمالك مش بصدد ان انا بدافع عن مجلس اداره خالص، هو حد بيقول حضرتك معلومه؟ وانا جبت الكلام ده، انا بقول لك هو الزمالك هيدافع ازاي؟
مش عن طريق ادارته. دكتور الفرقه؟ لا، عن طريق يا الدكتور ياكد المتخصص يا كابتن عبد الواحد يوقع الكوره يرد. بس خلاص وخلص القصه. خليني بس خليني يعني بتكلم على اللي صدر الازمه مين؟ بس ممدوح؟ ممدوح عباس. صح. فبالتالي هو هيدخل في مشكله ما قدموش حل ان هو هيكدم ممدوح عباس، مش هيدخل في مشكله مع ممدوح عباس. باللي عامله، انا بكلمك بوضوح، باللي عامله مع نادي الزمالك في الفتره الاخيره، ما ينفع في بعض الامور مش هينفع ان انا ادخل في مشكله مع اللي بيساند المجلس وبيساند القايمه اللي كانت موجوده خلال قناعاتك انت كاسلام. الصح كان ايه اللي يحصل؟ الصح الصح ان ممدوح عباس ما كانش هيكتب التويتر. وبعد ما كتب الصح كان ايه اللي يحصل؟ ان اللاعب ما كانش يرد. مين اللي كان يرد؟ ما كانش حد يرد. ده الصح من وجهه نظرك؟ ما كانش حد يرد. ايوه انا عارف، انا بقول ده الصح من وجهه نظرك. خلاص. لا انا مش خلاص، خلص الحديث كده. يعني متفق يعني خلاص. هناك عرض لوسام وامام من بعض الدورات العربيه ومصطفى شوبير. طيب وسام ابو علي مش ماشي. وسام ابو علي بس انا مختلف مع حاجه مع كولر في المؤتمر الصحفي. قال لك انا مين قال لك طلبت مهاجم؟ لا، كولر الاهلي وهو بيخلص محمد بن رمضان في الانتقالات اللي فاتت قال لهم يا جماعه انا مش عايز محمد بن رمضان، عايز مهاجم. هو اللي طالب مهاجم، والاهلي لو اجل قصه ملف المهاجم لحد دلوقتي هو اجلها عشان ما لقاش المهاجم اللي هو عايزه في الانتقالات اللي فاتت. تمام. فلا يا عم كولر، انت نفسك اللي قلت ان انت عايز مهاجم مش اي حد تاني. والاهلي محتاج مهاجم بدليل حاجه تانية. انت النهارده لما كان عندك مشكله مع كهربا ابتديت توظف طاهر محمد طاهر اللي هو المفروض جناح في مركز المهاجم، فانت عندك مشكله وعندك قصور. وفرقه كبيره زي الاهلي، فرقه كبيره بتلعب على الدوري وبتلعب على افريقيا وبتلعب كاس عالم انديه وانتر كونتيننتال وبتلعب البطولات دي كلها، ما ينفعش يبقى كل القايمه بتاعتها اتنين مهاجمين. يعني حتى لو هنفرض ان كهربا بيلعب، هو هنا عنده حق، هو بيقول لك انا ليناير قاعد بوسام وكهربا ما اقدرش اهبطهم. طبطهم عايز اقول ان انا يا جماعه انا واقف على التصريح، انا واقف على التصريح. هو بيقول مين اللي قال طلبت مهاجم؟ لا انت اللي طلبت. احنا بنتكلم كمعلومات. معلومات. لا انت اللي طلبت مهاجم. هل الاهلي بقى زي ما قال الاستاذ شريف، هل الاهلي مش محتاج مهاجم؟ لا الاهلي محتاج مهاجم طبعا. طبعا ده محتاج مهاجم. وانا اقول لك على حاجه، مهاجم كان محتاج مهاجم كمان. مهاجم مش محتاج النهارده. وسام جاله عروض بدل العرض 2 و3. العروض كلها طبعا شفهيه، لسه ما حدش بعت عرض رسمي، ولكن الاهلي قال لوسام ابو علي انت مش هتمشي باي شكل من الاشكال. امام عاشور، خد بقى المفاجاه، كولر طالب صانع العاب. والاهلي على فكره في الوقت الحالي ابتدى يتكلم في جزئيه ان هو بيشوف سير ذاتيه اللعيبه صناع لعب بعيدا عن الجناح وبعيدا عن المهاجم. ما انا بقول لك ما هو قفشه بقى ده النهارده، هو قفشه اساسا كان اساسي قفشه النهارده والماتش اللي لعبه. هو قفشه ده مش موجود في لا موجود طبعا. انت لا لو بتكلمني على قفشه، قفشه يلعب اساسي. قفشه يلعب اساسي طبعا، يلعب على اي حد. قفشه على فكره من ساعه ما جه النادي الاهلي انا بشوف ان هو بيتظلم كتير. مع كولر الراجل على فكره كل ما بينزل بيبقى هو تقريبا افضل لعيب في المباراه. ما تيجي بص النهارده اكثر تاثيرا، اسيست تأثير. ارقام النهارده، اسيست، هدف. الراجل بصراحه يعني بيعمل وخلي بالك بنسبه كبيره جدا ما بيبقاش على طول الاساسي. يعني هو النهارده اساسي في كل المباريات اللي كان ليه تاثير كبير فيها احتياطي. كان بيبقى احتياطي. يعني انت كمان نازل مركز، ما بتعملش مشكله، مش اللي هو بقى ايه ده انا ما بلعبش فينزل بقى زي اللعيبه اللي تنزل واللعيبه منهم محترفين بياخدوا بالدولار زي بيرسي تاو وزي رضا سليم نازل يعني بيحرك رجله كده. لا راجل بينزل بيقاتل بيلعب بيؤدي. ولكن انا بقول لك على فكر كولر. كولر ابتدى يفكر في قصه صناع اللعب، ولكن رغم كده قال لهم برضو امام ما يمشيش. كولر من مدرسه اللعيبه، لا كان نزل لعيبه جنبي حتى لو ما بيلعبش. لا مصطفى شوبير مش هيمشي، مصطفى شوبير مش هيمشي. مصطفى شوبير ممكن يكون هو مثلا عنده رغبه في الاحتراف. لو هو عنده رغبه في الاحتراف يعني عنده الاهلي حاجة، عنده حاجه في الدوري، في دوري عربي عنده حاجه، بس الاهلي مش هيفرط في مصطفى شوبير النهارده. الشناوي مش موجود، عنده رغبه يلعب طبعا، عنده رغبه يلعب، بس انت النهارده الشناوي دوري عربي يا كابتن. لا طبعا. وكمان النهارده انا لو هسيب مصطفى شوبير يطلع بره عنده رغبه في الخروج يبقى يطلع النادي اوروبا يلعب في الخليج ليه يعني؟ لا طبعا يعني معلش شوبير طبعا طبيعي الاهلي يرفض ان هو يرحل. والاهلي كده كده طول الوقت عنده 3 حراس كبار النهارده، على الاقل على الاقل يكون عندك 2 حراس كبار. انت دلوقتي خلي بالك الاهلي ابتدى يلجا لسياسه ثانيه في قصه حراس المرمى. لو تفتكر من فتره كده الاهلي كان بيعمل ايه؟ يقول لك حارس اساسي وحارس بديل كبير وحارس ثالث كبير. قله لعب مصطفى شوبير او قله ان كولر يديله يخليه يفكر في خطوه. بس هو بياخد على فكره، مصطفى بياخد ما بياخدش عدد المباريات الكبير زي الشناوي، لان الشناوي هو مصنف الحارس الاول، ولكن مصطفى بيلعب. واقول لك على حاجه، وانا النهارده دايما اقول لك ايه، اصلا عشان ادافع عن حظوظي في المنتخب، مصطفى شوبير وهو قاعد بيروح المنتخب هو الحارس رقم 2. يعني النهارده احنا شفنا المشكله الكبيره اللي حصلت، وبعد الشناوي مين اللي هيلعب، عواد ولا مصطفى؟ جهاز فني المنتخب واثق في مصطفى شوبير والراجل بيلعب وبيشارك. مصطفى شوبير هيبقى النادي الاهلي نفسه محتاج، عنده مشكله. لا عنده ازمه طبعا، عنده محتاج مصطفى ولا برحيله؟ برحيل. طب انا بقول كده، طب انا بقول كده، انا بقول لك لو رحل الاهلي عنده مشكله. انت عندك شنو بس؟ لان النهارده شنو خلي بالك بس الراجل ما بيقتنعش بحمزه علاء.
لا قدر الله مثلا اصابه او ايقاف او الكلام ده كله، انت عندك مين اللي شال ان الاهلي؟ وكولر خلي بالك قناعاته بحمزه علاء مش كبيره، يعني قناعاته بحمزه علاء مش كبيره، مصطفى مخلوف ما خدش فرصه، فبالتالي انت قناعاتك مش كبيره بالشناوي. حمزه علاء لسه واحد من الحراس المميزين جدا في افريقيا في المرحله السنيه اللي فيه ما يكونش معترف بيه من المدير الفني بتاعه في نادي. كل مدير فني وليه؟ لا لا لا، هي القصه كلها النادي هيعمل ايه؟ حتى لو معترف هو هيعمل ايه؟ هيبقى نمره ثلاثه، هيروح ثلاثه برضه. لا في فرق، هيروح فين؟ ما هو الشناوي قبله مصطفى. ممكن انا بعد فين؟ انت مش عارف توصل للتاني. لا انا ما بتكلمش على الدوري ولا الكاس، انا بتكلم بشكل عام، بتكلم على استراتيجي بشكل عام، مش بتكلم على هيلعب بكره الدوري ولا هيلعب بكره كاس مصر. لا انا عندي الشناوي وعندي مصطفى شوبير، لكن فرق كبير اللي بيقوله علائي ان المدرب مش مقتنع بلاعب او بحارس. الحارس ده في المرحلة السنية بتاعته هو أفضل بس حارس في أفريقيا. بس هو لا أنا مختلف أنا كمان مش مقتنع دي. هو بيدي ماتش حمزة ثالث ومرة مصطفى ثالث. لا النادي لما جه يجيب حارس مكان الشناوي مصاب وحبوا يعملوا حمزة بدل، صعد حمزة ومصطفى مخلوق يطلع وحارس يجي وبتاع، كلهم مرضاش. بص يا كابتن، معلومة كده ما فيهاش جدال. الراجل طلب اكتر من مره ان حمزه علاء يمشي، تمام؟ وحمزه علاء مش الحارس، يعني احنا مش بنقول ان هو بيشوف حارس سيء. طب اكد لك، معلومه، ما بيشوفوش حارس سيء. طب انا هقول لك معلومه، رقم 3 معلومه، في انديه طلبته هناك في الدوري المصري، انديه طلبته كويس جدا جدا حمزه لحمزه علاء والاهلي رفض، والراجل رفض. على فكره يا كابتن، انا رديت عليك بالادبش، رديت عليك بالادب. لا حمزه، كولر من اي نادي؟ هو كولر، معلش، هو كولر بيلعب كريم نيدفيد؟ اصل حكايه مش مقتنع دي. هو كولر بيلعب كريم نيدفيد؟ كملت المعلومه اللي انا لا لا مش هيمشي، فرق كبير قوي. لا ماشي، بيلعبوا كولر بين كريم نيدفيد وبين حمزه. لا مش على حمزه، كولر من مدرسه المدربين. روح بس عشان النقطه دي مهمه، كولر من مدرسه المدربين اللي هو حتى لو مش مقتنع باللعيب ما يمشيش. طب ما عبد القادر مكان عبد القادر مشاه، عبد القادر مشاه، عبد القادر مشاه عشان جاله عرض. لا عبد القادر، لا في لعيبه مشاه، لا 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 هو احمد ياسر. طب ما كل الناس احمد ياسر ما مش عبد القادر، ليه شخصيه اللعيبه بتفرق؟ انا كلاعب ممكن اقول لك لا، احمد عبد القادر مش عايز العب، احمد ملوش، انا عايز العب، ما لهاش علاقه خالص بالازمه، الازمه الفنيه. لا احمد عبد القادر من ساعه ما كتب التويت الشهير بتاعته وهو حاسس انه تم تجميد، بس الراجل اداله واثبت نفسه، اداله ماتشين ثلاثه لا احمد عباد كسر الدنيا في اخر اوقاته. قعد فتره قد ايه مجمد؟ انا اقول لك، انت سالتني صح؟ ماشي اتفضل. بعد الفاصل. بشكر طبعا كل اعضاء جمعيتكم هنا وسادة النواب وسادة الحضور وكل الموجودين، اخواتي وحبايبي واصدقائي من المدة الطويلة، الزمن الطويل اللي عملنا مع بعض، واشكرهم ان هم جم من اخص الصعيد وكل متواجدين معنا. واكيد كل واحد فينا مهموم بمشاكل كرة القدم، هو ده اللي يمكن بيخلينا نبقى مجموعين مع بعض. ويمكن على مدى تاريخي الطويل في الإدارة الرياضية مع اتحاد الكرة، يمكن دايما بقول كل كلمة عن الناس اللي اشتغلوا في كرة القدم، كلهم بيعانوا انهم بيشتغلوا بحب وبيحاولوا يدوا مثل وقيمة لشبابنا مدار طريقهم كله. يعني في ناس هنا اشتغلت معهم اكتر من 30 سنة، وبالتالي لهم كل الاحترام والتقدير، واعتقد ان كلنا نستحق ان احنا نشتغل في سبيل وطننا باذن الله نقدر نعمل حاجه كويسه. اسمحوا لي بعد الترحيب ان انا بس اعرفكم بالقائمه بتاعتي، لان كان هناك تساؤلات كثيره جدا للقائمه، لانه احنا داخلين في مرحله جديده ومرحله صعبه. يمكن اخوي الحاج محمود في بدايه كلامه اتكلم على المعاناه اللي كلنا عايشينها في كره القدم ومشاكل خلال العشر سنوات اللي فاتت. اعتقد انه في مشوار طويل لازم نأديه، وفي مشاكل كتير لازم نتصدى ليها. احنا في الصعيد عندنا مشاكل كتير جدا، عندنا مشاكل عدم وجود امكانيات، عندنا مشاكل بعد المسافه. يعني الصعيد لازم، انا بقول طول عمري مثلا، انت النهارده نادي اسوان بيلعب في دوري المحترفين، ازاي نادي اسوان بيلعب 36 مباراه منهم 18 مباراه
خارج الارض وبيسافر مسافات. وانا قلت قبل كده يا جماعه الرعايات للانديه تتحسب بالمسافات، لان الصعيد مظلوم في موضوع المسافات البعيده جدا، لان احنا على خط طولي. كابتن هاني ابو ريده رمز من الرموز العالم، مش في مصر سواء في الفيفا، وهو مشرفنا هو، وهو يمكن هو الوحيد اللي متواجد حاليا في المحافل الدوليه. كابتن هاني هو اللي رفع اسم مصر في الفيفا وفي الاتحاد الافريقي، وبالظبط هو يمكن ده علم من اعلام الاداره، اداره كره القدم في العالم كله، واحنا طبعا مؤيدين ليه، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه ويعاود امجاد الكره المصريه من جديد ان شاء الله. يوم جميل جدا طبعا جدا، اللي احنا التقينا بكل رؤساء الانديه وخاصه رؤساء انديه الصعيد، اقبال غير عادي، كلنا امل وطموح انه يحقق اللي احنا عايزينه، وخاصه الانديه الصعيد. انديه الصعيد يا استاذ احمد وانت ابننا وعارف بتموت، مفيش حاجه خالص. الانديه الشعبيه في الصعيد شبه بتنتهي عشان الناحيه الماليه اللي موجوده حاليا. والله احنا باشمهندس هاني ابو ريده مش غريب علينا، واحنا تعاملنا معاه اكثر من دوره، ولكن احنا لينا طلبات خصوصا بعد التغيرات الكبيره اللي بتحصل دي، فبنتمنى ان احنا طلبات نناقشها مع الاتحاد ونحاول ان هو يلبي، يعني مش كل طلباتنا، معظم طلباتنا تتلبى، منها نظام المجموعات، نظام المجموعات صعب جدا، المسافات، يعني في الناشئين بلعب في الوادي الجديد في الداخله. اه طبعا احنا اهم مطالبنا سيستم معين ونظام معين للدوري، احنا مش كل سنه يبقى عقل تجارب، الدوري السنه دي محترفين، السنه الجايه ثلاث مجموعات، ده اهم مطلب عندي. بالنسبه طبعا للاستاذ هاني، طبعا زي ما حضرتك قلت اكيد خبره اداريه كويسه وقويه، وبنعمل من ربنا ان هم يحاولوا يصلحوا كل اللي فات، ومعانا ناس محترمه يعني، فاكيد هتساعد. النادي الاهلي كل شيء حلو وجميل حصل لي في حياتي، مستقبلي وماضية وحاضري كله كان مرتبط وما زال وسيرتبط ان شاء الله دايما بالنادي الاهلي. النادي الاهلي منظومة فكرية وثقافية ورياضية واجتماعية وسياسية وشعبية، كل شيء كل شيء يتعلق بالحياة هتلاقي النادي الاهلي داخل فيها. انا الاهلي اللي كان والحاضر، انا الاسم. سعيد بان العالم كله بقى يعرف الاهلي دلوقتي من خلال المشاركات في كاس العالم للانديه، من خلال الانجازات اللي النادي الاهلي بيحققها، مشاركه النادي الاهلي جنبا الى جنب مع ريال مدريد، مع برشلونه، مع الانديه الكبيره جدا. احنا موجودين هنا في قطر بقالنا فتره طويله، و عارفين حب وشغف جمهور النادي الأهلي لوجود النادي الأهلي في قطر. قطر وصلت العالمية بعد تنظيم مبهر لكأس العالم 2022، شفنا كأس عالم خرافي، أنا يعني أشوف من الصعب أنه يتكرر بأحداثه بجماليته بالشكل الكبير جدا. جماهير النادي الأهلي هي المحرك والدافع دايما لأي نجاحات النادي الأهلي بيحققها، بيعمل المستحيل في مقابل أنه النادي الأهلي يشوفه هو رقم واحد. وجوده هنا فخر وإنجاز يضاف كمان لإنجازات النادي الأهلي، فإحنا سعداء. من ناحية الجاهزية كل الناس اللي هنا مستعدة وجاهزة لتشجيع والوقوف خلف النادي الأهلي. النادي الأهلي معاني كتير جدا جدا، عشناها وبنعيشها وإن شاء الله هنعيشها في المستقبل مع النادي الأهلي. ده كلام كابتن وائل جمعة، واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين. إن شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مشواره القادم ولقائه إن شاء الله بإذن الله القادم في بطولة الانتركونتيننتال، نتمنى له إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق. محمد شريف ممكن يبقى حل هجومي للنادي الأهلي؟ ممكن طبعا، بس ده في حالة الخليج ما سابه. الخليج دلوقتي عشان يسيبه هيدفع له بقيت راتبه لآخر السنة. ووكيله قال ان هو جاي له عروض، وشفت تصريحات
مدير الكوره في الخليج قال لا ده جوه جاي له عرضين، واحد تركي وواحد خليجي، فهل هيسيبوه؟ هو طبعا مصاب اليومين اللي فاتوا دول او الفتره الاخيره دي مصاب، وفرقته بدات تفوق يعني اخر مباراه اليوم فايزين على الهلال 3-2 يعني بعد ما كانوا مغلوبين 2-0. فحل بس مش حل رئيسي. الاهلي محتاج مهاجم قوي، وكان محتاجه في الصيف مش في الشتاء بس، محتاجه في الصيف. انت عارف ان انت داخل سوبر افريقي وسوبر مصري وانتر كونتيننتال ودوري ابطال افريقيا ودوري مصري. كهربا هيعمل ايه؟ موجود برضه. موجود برضه. موجود. ما هو دلوقتي ما هو يعني وسام ده اتصاب. هيبقى فيه وسام ومهاجم قوي كهربا. ما تضمنش ظروف اي حاجه، واحد اتوقف واحد مصاب، هيبقى كهربا موجود. احنا فيها اهو كهربا بيلعب. بديل في مباراه، واحد مش موفق هتنزله. انت لازم تعمل كل الاحتمالات. هو اي تيم كبير او اي سكواد كبير لازم في كل مركز، خاصه في التلت الامامي ده، لازم في كل مركز ثلاث لعيبه، الجناح ثلاثه، المهاجم ثلاثه، الجناح الثاني ثلاثه. فانت محتاج، لا محتاج طبعا، محتاج مهاجم قوي، مش مهاجم بس، مهاجم يقدر ينافس وسام. هل الاهلي ممكن يعمل صفقه مباشره مع بيراميدز او الزمالك دلوقتي؟ لا بصفه عامه يعني، في لعيب محتاجه؟ يعني لو محتاج لعيب من بيراميدز يقدر ياخده مباشر، لو محتاج لعيب من الزمالك يقدر مباشر يتفاهموا مع بعض؟ لا طبعا. ده صعب جدا. ده صعب. صعب جدا. وبعدين يعني في الزمالك الكواليتي محدود، الكواليتي المهم محدود. يعني ما فيش عناصر مهمه كتيره ممكن يعني غير زيزو. اللي طيب. متاح. بيراميدز يعني كان الاهلي بيفوت فتوه. انت فاهم يعني المتاح دلوقتي، انا بكلمك دلوقتي. دلوقتي المتاح الوحيد هو زيزو، لكن غير كده هو بيتكلم في الشرق ان هو الاهلي يدخل عمر الاهلي ما دخل، لكن صفقه مباشره مع الزمالك لا مفيش ولا بيراميدز. نعم الاهلي عمره ما دخل في مفاوضات مع فتوح. عايز تعرف مين دخل مفاوضات مع فتوح؟ بقول لي احكي لك. لا احكي. بس الاهلي لا أنا عايز الاهلي بس. الاهلي عمره ما دخل في مفاوضات مع فتوح. كلام وعايز بشكل عايز بشكل اضاءه ذكي اللي كان اعجب تلبس الراجل التيشيرت بغض رقم التيشيرت وبادق. انا مش هرد على انا مش انا اللي هرد على حضرتك. اللي هيرد للصفحه بدري وبشكل اضاءه عراقي اللي كان بيفاوضوا عراقي. انا بقول لك الحقيقه اللي ثواني بس انت معاشرني وعارف اللي ما بعرفوش ما اتكلمش فيه ماشي. اللي عارفه بتكلم فيه. طيب انت حضرتك بتقول بس. ما حصلش مفاوضه. ايوه من 100% ماشي 100% مش هينفع ارد انا الايه؟ ده انت اللي حالف عليه. لا حالف على الموضوع ده حد تاني اللي كان قايل ان انت حالف عليه. بس انا يعني باكد ان كان في مفاوضات فتره من الفترات ما بين الاهلي او وسطاء او وسطاء بس ما هي هي بتبدا ازاي قلنا لا 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 غلط هي انا بس احكي لك انا احكي لك مفاوضات انت حضرتك عندك مفاوضات ما انا بقول لك مفاوضات فتوح ما عدتش الكوبري ما عدتش النيل يعني الناس قاعده بتتناقش مع بعض ما عدتش الكوبري عشان تنزل على الجزيره لا ما هي لو كان كوبري كان لا 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 ما عدتش الكوبري لا زي لعيبه ثانيه لا 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 انا بتكلم على الكوبري ده لا انا بتكلم على الكوبري ده كوبري اكتوبر انهي كوبري اكتوبر الناس واقفه على النيل ناحيه كوبري مش كوبري هو لعيبه كان انت عايز تعرف كان سكه فتوح اتفضل نحكي لك ماشي وعايز اعرف بالادق قوي بالادق انا عايز اعرف مش انت عايز تعرف الحقيقه اه طبعا اسال كابتن حسين لبيب لا انا ريحتك اهو طب على نفسه. فكره كابتن حسين لبيب ليه تصريح معانا ممكن اعرضه لك معانا يعني معايا ضيف من شار اتكلم على الحته دي ممكن اعرضه هو راجل انا بكن له كل احترامي ماشي هو راجل محترم بس كابتن حسين لبيب في النهايه ده راجل مسؤول طبعا ومسؤول نادي كبير فبالتالي طبعًا. له تصريحاته طبعًا. بشكل معين فيعني خلي تصريحات المسؤولين ديت على جنب طيب خليني قبل ما اسالك سؤالي قبل ما اسالك سؤالي اؤكد لك ان ازمه فتوح الاهلي وسع تماما عشان نادي الزمالك خلصها ومش الاهلي بس اللي وسع تمام نخش خلص. في زيزو بس هو عراقي كان قايل غير كده سيبنا من عراقي دلوقتي هنرجع له هو بيقول نفس المعلومه زيزو هو بيقول نفس المعلومه لا بس انا ما لبستش رد على السؤال بس رد على السؤال انا في التوقيت اللي حضرتك بتقوله ان كل الناس ومنهم عراقي كان بيقول ان فتوح وقع للاهلي انا كنت بقول لا انا كنت بقول ان فتوح هيجدد للزمالك انا باكد لك وبرضه انا عندي الفيديوهات زي ما حضرتك عندك الفيديوهات الخاصه بحسين لبيب لا لا انا باكد لحضرتك ان الاهلي ما دخلش خالص في المساله دي ماشي خلاص دي معلومه وفي 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 انا كنت باكد دايما وفي ان هو هيجدد وفي للزمالك. انديه اخرى ساندت نادي الزمالك في هذه المساله تمام نخش على زيزو اتفضل زيزو
ما انا قلت لحضرتك الاسبوع اللي إيه فات لا قلت لك ان هيجدد وفي اتفاق ما بين الطرفين. اسلام انا اتكلمت مع عضو مجلس اداره مسؤول كبير في نادي الزمالك وقلت له نفس كلامك، قال لي طب ما جددش ليه؟ لا مش كله، لانه مش هو اللي بيتولى المفاوضات عضو مجلس الاداره. عضو ليه علاقه بملف الكوره؟ اللي عمل عضو مجلس اداره ليه علاقه بملف الكوره؟ في بعض الملفات بيتولاها رئيس النادي من ضمنها زيزو، وفي بعض الملفات بيتولاها مرتضى. انا عايز اسالك سؤال ثاني، انا اتسالته، انا عايز اسالك سؤال ثاني بس ركز معايا، سيبك من الحاجات دي عشان انا عايزك تركز. اوكي انا وانا بتكلم مع مسؤول قال لي حاجه، هو الاسهل والسعر الاقل بيدفع في اللاعب اللي فاضل له سنتين او سنه ولا العقد خلص؟ يعني انا بفضل اكلمك بقالي كتير، فانت وصلت معايا لنقطه الفري. اوكي السعر بيعلى. طيب السعر بيعلى ثواني، انت تاخد منها التوقيع على حسب شخصيه اللاعب وعقليه اللاعب وهو بيتعامل ازاي مع النادي بس، وزيزو عقليته تختلف عن اي لا. ما بقولش ده ان هو يبقى هو موجود خلاص في الزمالك والكلام ده كله، بس هو عنده اولويات. الاولويات ما بقولش على الاولويات. لا انا السنة اللي سالني السؤال ده مسؤول في نادي الزمالك، قال لي هو انت النهارده انا بفاوضك من سنه ونص من سنتين من سنه، انا على طول فاتح المفاوضات معاك. انا بفاوضه ولا النادي اللي بيلعب عندي ولا النادي اللي بره؟ لا النادي اللي بيلعب عندي عضو مجلس اداره بيعلى سعره طبعا. اللي قال لحضرتك المعلومه دي ان هو الزمالك بيفاوض زيزو من سنه او سنه ونص، كلامه غلط. انا بقول لك معلومه. انا مضطر. طب ثواني بس، انا مضطر ثواني، انا مضطر بعد اذنك. انت مش بتسالني حضرتك، انا عندي المعلومه ماشي. مش لازم يبقى انت عشان عضو مجلس اداره يبقى كل كلامك صح او انت على علم بكل بواطن الامور. في بعض اللاعبين جددوا وما فيش اعضاء مجلس اداره كانوا يعلموا ده او ده من الملفات. بالظبط من اولويات الملفات اللي عند الراجل كابتن حسين لبيب ده. اول ملف يعني فتوحي اللي جدد له حلو قوي. يبقى انت ماشي، يبقى انت حضرتك ماشي معايا في اللي انا بقوله. ان من اولويات التجديد عند نادي الزمالك هو زيزو، ما اختلفناش. طيب يبقى ده على عكس الكلام اللي قاله لك عضو مجلس الاداره، لانه ده اكيد ما يعرفش ايه اللي بيتم ما بين حسين لبيب وما بين زيزو ووالده. الموضوع بسيط يعني. نرجع بعد الفاصل اكون حليت مع الراجل ده بعد الفاصل. الحمد لله ان احنا مجلس اداره اشتغل لاخر لحظه. مجلس اداره كان حاطط خطط من اول ما وصل اتحاد الكوره ان هو بيمشي على نهج معين. الحمد لله كان في اتفاق ان احنا نسلم اجيال متواريه ورا بعض، يبقى جيل بيسلم جيل. الحمد لله ان احنا عملنا منتخبات كتيره جدا، عملنا منتخب 2005 و2007 و2008 و2009 و2010. الهدف منهم ما كانش ان احنا حاطين منتخبات كده وخلاص، لا احنا فتره من الفترات كان في الاتحاد المصري لكره القدم بمجرد من المنتخب الاول بيبقى جيل خلاص قرب يشطف بدور على اجيال تاني، بتلاقي لسه ما فيش اهتمام بيه. الحمد لله ان احنا عندنا منتخبين دلوقتي، منتخبين 2008 و2005. 2008 الحمد لله ان احنا خدنا البطوله في المغرب، في البلد المغرب الشقيق، ويمكن الحمد لله يمكن برضو الناس بمجرد المباراه الاولى قطعوا في المنتخب والمدير الفني واللاعبين ان هو المباراه الاولى كانت مؤثره عليهم. فعلا هي يمكن كانت كبوه في البدايه، لكن الحمد لله انا لما قعدت مع اللعيبه هناك ورحت لهم هناك وقلت لهم انتوا فعلا رجاله وبحيبان المعدن المصري في النهايه، ان احنا ازاي هنصل لامم افريقيا. ما يهمناش ان احنا ناخد البطوله، بس المهم ان احنا نصل، لان انتوا جيل هتبقوا بتكملوا الاجيال اللي بعد كده. الحمد لله كانوا رجاله. نرجع بقى سريعا، وعايز اجابه سريعه ان وقتنا خلص. كابتن حسام حسن عنده ازمه في اختيار اللعيبه، ضغط من الاهلي والزمالك. ضغط من الاهلي والزمالك ازاي يعني؟ يعني واخد لعيب من الاهلي ليه مش من الزمالك، واخد لعيب من الزمالك ليه مش من الاهلي، ولا ده مش موجود؟ مش كابتن حسام بس، ارجع لفيتوريا، ارجع لكروش، ارجع لاي مدير فني قبل كده. اسمع المصري زياده شويه طبعا. المدرب المصري لان هيتقال لك ان هو ليه انتماء،
بس المدرب مثلا الاجنبي هيقول لك لا ده في اعتبارات تانية، ده مش عارف مين بيتدخل معاه وكده. ولكن كابتن حسام للامانه يعني بصراحه اللي بيعمله مع المنتخب مصر شغل كويس جدا جدا. انا ما كناش متوقعين ان المنتخب هيقدر يغير جلده بالسهوله دي ان المنتخب يفضل محافظ على الاداء بتاعه. احنا كنا متخيلين ان مرحله تغيير الجلد بتاعت المنتخب هيبقى فيها مشكله كبيره ومش هتقدر تحقق فيها نتائج. لا احنا دلوقتي في مرحله تغيير الجلد. النهارده بنشوف منتخب مصر فيه اكتر من 10 لعيبه بيدخلوا في القوام الاساسي، لعيبه مؤثره، لعيبه قويه. ما بقاش عندنا المشكله اللي كنا بنعانيها مع فيتوريا مع كيروش، يقول لك لا اصل فلان اتصاب فخلاص احنا كده وقفنا. لا دلوقتي في كل مكان عندك 3 4 لعيبه تطعيم باللعيبه المنتخب الاولمبي. دايما طول الوقت بيبص على لعيبه الدرجه الثانيه. لا الراجل بصراحه عامل شغل كويس جدا، واعتقد ان احنا كل اهدافنا مع كابتن حسام بتحقق. مكلي قاعد ولا ماشي؟ سريعا لان وقتي خلص. انا مريد اللي يرد على السؤال ده. توقعات حضرتك الراجل خلاص كسب. يعني طبعا هو النهارده التاهل ده يعني بيديله افضليه، لكن طبعا العقد 4 سنين بالمبلغ ده ميزانيه الاتحاد مش هتحمله. وتكملة لكلام عراقي، في لعيب النهارده احسن لاعب في البطوله كباكا برشحه للمنتخب، لعيب هايل مش عارف ازاي اتساب في الاهلي انه يعار لمودرن فيوتشر. اسلام شرفتني ونورتني. شكرا كابتن سيد. اشكرك شكرا جزيلا استاذ عراقي، شرفتني ونورتني. ربنا يخليك. شريف بيه شرفتني ونورتني. يبقى كابتن ربنا يخليك. خلصنا حلقتنا النهارده، بشكر نجومنا متشرف بوجودهم دايما، اشوف حضراتكم ان شاء الله على الف خير.